بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي يا جماعة هنبدأ في الجزء ده، هنبدأ نزود تفاصيل الأعمدة اللي احنا عملناها. أول حاجة هعملها هو إن أنا بدخل على الجروب، أعمل له أوبن وأدخل على الجروب ده وأسلكت على الفيرتكس اللي فوق وأنزلها لتحت، أنزل الفيرتكس اللي لتحت وأخلي الجزء بتاع القرش يبقى هو إيه، هو اللي معانا أو هو التاج بتاع العمود. تمام كده، كويس. بعد كده هبدأ أعمل التفاصيل اللي موجودة في العمود أو في القرش. أول حاجة هنزل مابا ديت، ممكن أنزلها من على موقع بإنترست، وهاجي أعملها أوبن ويز أدوب فوتوشوب بالشكل ده. أول حاجة بعملها في المابا دي يا جماعة هي ان انا بعمل، طبعا المفروض المابا دي في الاخر تتحول لجزء بارز اللي هو يمثل اللون الابيض، وجزء غطس اللي هيمثله اللون الاسود. فباجي على اول حاجه بخلي المابا تبقى جري سكيل، بضغط كنترول شيفت يو فبتتحول للالوان الرماديه. بعد كده بضغط كنترول يو عشان اقلل شويه الفرق بين اللونين، بزود اللايتنس بالشكل ده وبعمل اوكي. بعد كده بعمل سيلكت color range وبختار اللون الرمادي وبقلل او بزود الفازنس علشان يختار بالظبط القيمة اللي انا عايزها وبعمل اوكي. بعد كده بفتح layer جديدة، واللير دي بدلها اي لون وليكن مثلا لون جراي اللي هو اللي في الباك جراوند، بضغط كنترول زائد باك سبيس. تمام، فاصبح عندي دلوقتي layer اللي هي ايه باللون الجري ده، عبارة عن المناطق اللي هتكون غطسة بس. فباجي بضغط على دبل كليك وبعمل حاجة اسمها انر شادو علشان يبان زي ما يكون ايه في ان هي غطسة شوية لجوه، وازود قيمة الاوباستي وازود السايز وبقلل الديستانس بخليها صفر، بزود السايز كمان شوية، ممكن ازود الديستانس مثلا حاجة بسيطة بالشكل ده. تمام كده، بعمل اوكي وبعدين بسيف الصورة سيف از في المكان اللي احنا عايزينه، وليكن مثلا في المابس هسميها باترن 01.jpg. اوكي، طيب الخطوة اللي بعد كده يا جماعة هبدأ استخدم بلاجن او هستخدم برنامج منفصل خالص. البرنامج ده اسمه كريزي بامب. كريزي بامب ده شكل البرنامج. البرنامج ده بيدي واقعية شوية في الماتيريالز، بيستخدم في عمل ماتيريالز بشكل واقعي. فباجي اقول له اوبن فوتوغراف فروم فايل، وباجي اختار الماب اللي احنا شغالين فيها، بدخل على الكمبيوتر ورك. مابس وبختار الماب دي، بعمل اوبن. بيقول لي في شكلين المابا، طبعا مابا بحيث يكون الغامق هو البارز، والتانية بحيث يكون الغامق هو الغطس. انا عايز طبعا الغامق يكون هو الغطس، فبضغط على المابا دي فيبدأ يوريني شكل المابا اللي المفروض هتظهر بعد لما بحط المابات اللي هتطلع من البرنامج ده. البرنامج ده ميزته ان هو بيعمل مابات زي مابة الديسبليسمنت، ما بسمها الاوكلوجن، ما بسمها السبيكولار، تمام، وما بسمها النورمال ماب. فباجي اول حاجه ببدا اقول له انا عايز الانتنستي او شده البروز بتاع اللون الابيض يكون عالي جدا. بعد كده عايز الشاربن يكون شديد،
عشان تطلع حادة ما تطلعش ناعمة. النويز ريموفال اللي هو لو في نويز في الصورة او كده بيبدأ يتخلص منه. هزود الشاربن ماشي تمام. والديتيلز لو انا عايز ابدأ اركز في الديتيلز او عايز ابين ديتيلز بشكل واضح ببدأ ازودها عن طريق القيم دي. خلاص لما بستريح للنتيجة بقفل ده خلاص بريفيو، باجي هنا واقول له save normals to file وسيبها. وديسبليس باجي اقول له save displays to file وبسيبها. وبعدين السبيكولار ممكن اسيبه او ممكن ما اسيبوش. اللي انا محتاجه هما الاثنين دول بس. بعد كده باجي افتح الفايل ده تاني، اعمل شيفت اف وسلكت على الجزء ده، اعمل ايزوليت سيلكشن، وهاجي افتح الماتيريال اديتور، وهاجي يا اما اخد كوبي من الماتيريال دي يا اما ابدا ماتيريال جديده مش هتفرق معايا. هاخد اللون ده لان ده او هدخل جوه المابا واخد اللون الاصلي بتاع المابا اللي هنا ده، واعمل كلير للمابا دي. وهاجي في المابا اعمل حاجه اسمها ميكس، اختار مابت ميكس تمام. طبعا انا كل ده شغال في الديفيوز كلر، اختار مابت الميكس دي في الديفيوز كلر. مابت الميكس ديت عباره عن ايه؟ عباره عن مزج ما بين صورتين او مزج ما بين مابتين، مزج ما بين لونين او مزج ما بين مابتين تمام. فباجي اقول له انا عايز امزج ما بين اللون الفاتح اللي هيكون بارز واللون الغامق اللي هيمثل جزء الغطس في الماتيريال او في الحليه اللي احنا عايزين نعملها تمام. طيب الميكس اماونت، الميكس اماونت يا اما يكون رقم بمعنى من 0 ل 100، لو 50% هيبدا يعمل ميكس ما بين لون واحد واللون اتنين، يا اما يكون رقم يا اما يكون مابا. فانا هاجي اقول له انا عايز اعمل ميكس بمابا. مابا دي اللي هي فين؟ المابا هي اللي انا عملتها في الفوتوشوب دي. بعمل اوبن، فبنلاحظ ان هو عمل ايه؟ عمل ميكس ما بين الفاتح والغامق بالشكل ده تمام. المابا طبعا هي عبارة عن مابا ابيض واسود. اللون الابيض ده بيمثل الجزء الفاتح او اللون الاولاني، واللون الاسود او اللون الغامق بيمثل اللون التاني. طيب تمام، هاجي اقلل ريفليكشن، اقلل ريفليكشن مش محتاجه خالص. وباجي في المابس باجي اقول له يحط لي في البامب، لا باجي في البامب تاني اعمل كلير، باجي في البامب واقول له انا عايز حاجه اسمها نورمال بامب اللي هي الصوره الالوان اللي احنا طلعناها من شويه من برنامج كريزي بامب. باجي اختار المابا دي. لو جينا نشوف الماتيريال بقى شكلها عامل ازاي، نلاحظ طبعا ان ايه بدا يظهر حاجات بارزه او بدات المابا تظهر بارزه شويه في السلوت. وباجي في الديسبليس بخلي القيمه واحد، وباجي هنا بختار المابا التانيه اللي هي مابت displays اللي طالعة من البرنامج شكلها عامل كده، بعمل اوكي. بعد كده بنزل الماتيريال ديت على الارش، بقول له سميها لي باتر اوكي. مثلا ايه هقول له يظهر المابت displacement في الفيو بورد، بس طبعا هي مش ظاهرة. ليه؟ لان المابنج مش مظبوط. فباجي اديلها موديفاير يو في دبليو ماب علشان يبدأ يظهر المابنج على الأرش. النقطة التانية في اليو في دبليو مابنج، بنزل تحت وأقول له أنا عايز المابنج أو عايز الصورة الكبيرة دي تكون معمول لها فيت على البيت ماب الأصلية اللي هي بتاعة الباتر عشان ما يحصلهاش ستريتش يعني. نلاحظ طبعا إن شكل المربع المستطيل اللي كان موجود حجمه صغر بحيث بقى بالظبط قد النسب بتاعة البيت ماب الأصلية. بعد كده بدخل على الجزمو الخاص باليو في دبليو ماب واعمل له سكيل علشان اصغره شويه بالشكل ده تمام كده. بعد كده هعمل شيفت ال علشان يظهر الاضاءه اللي موجوده في المشهد. هعمل اند ايزوليت طبعا،
اعمل شيفت ال فالإضاءة تبدأ تظهر معايا. ونسلكت اول وبعد كده هسلكت على الإضاءة وهعمل شيفت زائد موف كوبي عشان بس يعني ايه عايز تأثير الإضاءة عشان أتأكد إن فعلا بقى فيه بارز واطس. هاجي أصفر القيم بتاعة الروتيشن بالشكل ده تمام وهقلل حجم البلين بتاع الضوء اعمل له موف هنا كده اخد منه كوبي هنا كوبي هنا. طبعا الخطوة دي كلها يعني خطوة ايه يعني عشان توضحية بس توريني شكل القرش هيبقى عامل ازاي. نرندر كده طبعا هتاخد وقت طويل شوية في حساب الديسبليسمنت لان الديسبليسمنت بيتقل الجهاز شوية. تمام هنلاحظ ان بدأ ايه يظهر الجزء البارز او بدأت المابة تظهر بارزة شوية نتيجة للديسبليسمنت والنورمال بامب. باجي اعمل كنسل ازود displacement اكتر اللي قيمته 2 نخلي اليو في دبليو مابنج يبقى بوكس بدل ما كان بلين بدل ما كان بلانر ورندر تاني الجزء ده مثلا ازود شدة الاضاءة شوية برضو تمام هتكون حاجة بالشكل ده. كبرها شوية وانزلها تحت السيمتري. النقطة التانية في السيمتري هقول له الغي الويلد سيمز هي طبعا ملغية تمام. وممكن ادخل مثلا على الفوتوشوب وابدا ازود الكونتراست هعمل ميرج اللايرز ديت كنترول زائد اي وهعمل كنترول ال عشان ازود الكونتراست شويه ما بين الفاتح والغامق بزود القيمه بتاع الغامق كده شويه وبعدين بعمل كنترول اس بعمل فايل سيف از مكان الصوره دي واعمل اوكي اوكي تمام هو اوتوماتيك بيغيرها في الماكس ما بضطرش ان انا اعملها تاني يعني من الاول. تمام كده تمام تمام كده نفس اللي عملناه هنا هنعمله في المنطقة بتاعة العمود الصغيرة دي اللي هي موجودة هنا كده. هاجي أعمل سيلكت على العمود ده وهعمل جروب اوبن ايزوليت سيلكشن تمام وهاجي أنزل الماتيريال ديت هنا كده وبعد كده هدي العمود ده يو في دبليو ماب بوكس واجي اعمل روتيت البوكس زاوية 22.5 بالشكل ده كده وبعد كده هديله ايديت بولي تاني
واختار البوليجونز اللي هي ايه في الزاوية التانية دي، وهدي لهم لوحدهم يو في دبليو ماب بوكس برضو، بس هخلي الروتيشن المرة دي بزاوية 22.5 كده، لازم الأول أدخل على الجزمه. تمام، بضغط على F2 علشان يخفي اللون الأحمر بتاع البوليجونز ده. تمام كده، اعمل له سكيل شوية صغيرة. بعد كده هعمل اند ايزوليت وسلكت على الجزء على البوليجون على نفس الشكل التاني ده، جروب اوبن، هديله الماتيريال دي ونفسه برضو اللي هنا جروب اوبن، هديله نفس الماتيريال. وبعد كده ايه رندر، الخطوة اللي بعد كده عايز أبدأ أخلي القرش من هنا سمكه يكون كبير شوية، فهاجي أعمل سيلكت على الإيدج ده وأعمل سيلكت على السبلاين اللي بره، أعمل أيزوليت وآخد من ده كلون كوبي، وبعد كده هعمل أيزوليت تاني علشان إيه افصل الايدج ده، ده السيمتري او مش هاد اللي تسيبه خلاص، وهاجي هنا اظبط الشكل الخارجي ده مع الخطوط بتاعتنا، وبعد كده سلكت على السبلاين ده واعمل له ايه، اعمل له ديتاش. اوكي، هعمل ايزوليت للاتنين دول مع بعض، وهاجي ادخل جوه السبلاين ده وهعمل اتاتش مع السبلاين الخارجي ده. بعد كده الفيرتكس اللي تحت ده همده لحد الاخر، وادفع السبلاين، هعمل تريم للاجزاء الخارجيه من هنا ومن هنا. بعد كده بعمل سيلكت على الفيرتكس دي كلها وبعمل لهم ويلد، فيوز ويلد، وده بعمل له فيوز ويلد. هلغي انيبل الريندر وانيبل الفيو بورت. اوبس، المشكلة ان المسافة بعيدة جدا، فايه هلغي بقى فيوز ويلد اللي انا عملته من شوية، سلكت على السبلاين الداخلي ده وهاخد المسافة بتاعت الواي كوب، واجي هنا واعمل بيست المسافة بتاعت الواي واعمل انتر، اصبحوا الاتنين على نفس المنسوب. فباجي اعمل سلكت على الفيرتكس دي كلها وبدلهم ويلد، بعد كده بديلهم اكسترود، طبعا قبل السيمتري، يعني هو مش هيشتغل لان انا حطيت سيمتري الاول. بدي اكسترود وبخلي الاكسترود ده بقيمه 2.5 سنتي، بعد كده بعمل اند ايزوليت، بعمل موف لبره الجزء ده، الشكل ده كده. بعد كده السبلاين اخد الاول كلون من الشكل ده، هدلت الاكسترود بتاعه بحيث يعمل فريم برضو او اطار خارجي من الناحية التانية، واصبح دلوقتي في اتنين في اطارين فوق بعض، يعني الاطار ده متكرر مرتين. هاجي
هقطع السبلاين من تحت من هنا، وبعد كده هسلكت على السبلاين الداخلي ودلته. تمام كده، نيجي نرندر برضو تاني. تمام كده، دي النتيجة يا جماعة، وبإذن الله هنكمل في الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.